والشراكة بين القطاعين العام والخاص في العلاقات الصينية الأفريقية Sino-African relationships. مبدئيا لا بد أن نعرف المصطلحات الواردة في الموضوع، فالحكم على شيء فرع عن تصوره كما هي مقررة في أصول الفقه والقواعد القانونية والتنظيمية. الأبعاد القانونية هي مجموعة من السلك النظامية والأطر التنظيمية لإدارة وتسيير مؤسسة وتحقيق مشروع من الجوانب المشتركة. تطبيقا لهذا المصطلح سنتحدث حول القوانين والنظم التنظيمية التي تدير العلاقات الصينية الأفريقية، ما هي استثمارات؟ وبالجملة هناك ثلاث أطر قانونية محكمة على الاستثمارات الصينية في أفريقيا، أولها قانون الدولي، وثانيها القانون الصيني للاستثمارات، وثالثها القوانين المحلية أو الوطنية في الدولة المستقطبة أو المفيدة من الاستثمارات الصينية. أيها الأحبة، أيتها السادات، النقطة الثانية من نقاشنا تحليل دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز التعاون الصيني. لا شك أن للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص دورا محوريا في تعزيز التعاون الصيني الأفريقي في جميع المجالات التنموية، وبالأخص في بناء البنى التحتية الرئيسية والمركزية المحركة لعجلة التنمية المستدامة. فجل الاقتصادات الأفريقية أيها الأحبة تنفق جزئية كبيرة جدا وسهما هائلا من ميزانياتها على نفقات المتكررة أو ما تسمى بـ recurrent expenditure، مثل الأجور والرواتب والخدمات الحكومية، بينما تحظى الاستثمارات سهما ضئيلا جدا أو ما تسمى بـ capital investment.